مش عجبك 5 جنيه؟ 5 جنيه ايه؟ انا بيع ترمس، انا مش هفتح بوق عيال من 20 جنيه. 20 جنيه؟ ويعني 20 جنيه؟ بكره تبقى دكتور قد الدنيا وتجيب ال 20 جنيه دول من عيان واحد. معين واحد؟ اه. وانت مالك انت تجيب 20 جنيه ولا 100 جنيه؟ وانا الجزيده بتاعتي 20 جنيه، ما تضيعليش الموسم. اهو انت يا عم حرام عليك، ولما انت مش قد كليه الطب بتدخلوها ليه؟ الله، وانت مالك انت خش كليه الطب ولا خش امناء الشرطه ولا خش كليه ايه؟ ايه كمان؟ لا مفيش حاجه. مفيش حاجه ازاي؟ التلميذ ده مش عايز يدفع 20 جنيه. تعمل ايه؟ هسلفك ال 20 جنيه؟ ده كلام يا نوره؟ ودي فيها ايه يا اخي؟ احنا مش زمايل؟ واكتر كمان؟ لا اصل المساله مش مساله فلوس، اذا كان على الفلوس، الفلوس مرطرطه مش عارف اوديها فين، المساله مساله مبدا. يا عم صل على النبي، هو انت قرع ونو زي يا سيدي؟ هات خليك تنجح. خد قول بقى يا سيبان. معلش استحملك. بقولك ايه؟ عايز ايه؟ كنت قول للست باخد 30 واشوفك ب5. طب اخرس بقى، لا اديك قلم انزل لك البواسير. خلاص بلاش بلاش، عيل قليل الادب ما يختشيش، ربنا يختم. ما هو لو خدني هتسقط يا حلو. طب قول اكتب عنك. ممكن اسالك سؤال وتجاوبني عليه بصراحه؟ اسالي 10 اسئله. يا ترى شعورك ناحيتي زي شعوري ناحيتك؟ يا نوره في فرق كبير قوي بيني وبينك. انت بتيجي في عربيه 16 متر وانا باجي في رجل برطوشه. انت ساكنه في الزمالك ولا في جاردن سيتي وانا ساكن في باب الوزير. انتوا حواليكوا الجناين والسوبر ماركت وانا حواليها التراب وارض الغفير. طب وده يمنع اننا نحب بعض؟ واخرتها انت هتبقى دكتور وكل اللي انت بتقوله ده ملهوش قيمه. انت مكانتك عندي ما تتقدرش بتمن. انت لو تعرفي انا جوايا ايه من ناحيتك تستغربي. نوره انا في حاله انعدام وزن. طب مش هتروح تكلم بابا؟ بابا مين؟ بابايا انا. اكلمه في ايه؟ يا سلام عليك، تكلمه عشان نتخطب. نتخطب؟ ده انا احمر الخدين صفر اليدين، ما معيش حاجه خالص، لا انا ولا اهلي. لما نتخرج يا اخي، هي الخطبه دي عايزه حاجه؟ نقرا الفاتحه ونلبس الدبل، وبعد ما نتخرج نبقى نكتب الكتاب. طيب وليه الاستعجال؟ يعني انت مش مستعجل يا اخي؟ عشان تقدر تيجي بيتنا نقعد مع بعض نذاكر مع بعض. ها قلت ايه؟ نذاكر مع بعض. مذاكره جامده قوي.